عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في أول حلقة من برنامجكم حياكم في سوق واقف. مشاهدينا الكرام اخترنا خميس الجمعة عشان نكون معاكم لمدة ساعة. الساعة هذه مشاهدينا الكرام راح نكون معاكم فيها، عندنا أسئلة عديدة إن شاء الله راح تستفيدون منها وأيضا تستمتعون بنفس الوقت. غير هذا أسئلتنا وراها جوائز قيمة لكم، ما عليكم إلا أنتم تتصلون على أرقام البرنامج 5 4 1 8 1 وتشاركون معنا وإن شاء الله فالكم طيب. مشاهدينا الكرام برنامجنا هو عبارة عن أسئلة مثل ما قلت لكم في الساعة هذه. أسئلتنا هي 10 أبواب راح تكون قدامك في الشاشة، كل باب وراء سؤال، تختار أنت واحد من الأبواب من 1 إلى 10، تختار طال عمرك السؤال الباب عفوا اللي تحبه. الباب هذا وراء سؤال، أما يطلع لك السؤال الذهبي، السؤال الذهبي جائزته 5000 ريال، 5000 ريال عليها سؤال واحد بسيط وسهل، ومن مجتمعنا اللي احنا نعيش فيه ما عليك الا انت تركز بس وتكون سريع وتجاوب عليه. عندك ايضا الحق ما تلحق، الحق ما تلحق اعتقد معروفه ومصطلح نستعمله احنا كلنا، يعني الله الله بالسرعه، الحق ما تلحق. عندك 5 اسئله وعندك دقيقه، ال5 اسئله هذه اول سؤال ب1000 ريال، 4 اسئله الباقيه ب500 ريال. نحالفك الحظ وتوكلت على الله وجاوبت على الخمسة اسئله خذيت ال3000 ريال، وان ما حالفك الحظ سؤال كم اللي بعده لانه بتكون عندك باقج لازم انت تجمعه وتاخذ 3000 ريال. ايضا عندنا مشاهدينا الكرام لمحبين التصوير ما نسيناهم، عندنا مسابقه الانستغرام، الانستغرام ما عليكم الا انتم تختارون صوره من سوق واقف، يكون انت اللي مصورها ايضا، الصوره هذه ما عليك الا انت طرشها لنا على هاشتاج البرنامج في انستغرام وايضا احنا بنختار الصوره المناسبه. حياكم هاشتاج حياكم اندرسكور في اندرسكور برنامج اندرسكور سوق اندرسكور واقف. مشاهدينا الكرام طرشونا بدون برنامج، حياكم في سوق واقف بدون برنامج، طرشوها لنا ان شاء الله، عندنا لجنه مختصه راح تختار الصوره اللي راح تكون ايضا ملتقطه في سوق واقف. سوق واقف عندكم مجال كبير في سوق واقف، زوايا عده وحلات كثيره وفعاليات ايضا كثيره، ولا تنسون مقبلين على مهرجان الربيع في سوق واقف، يعني عندك يا المصور عده لقطات تختار فيها وتربح معانا 3000 ريال. وواحد من الابواب مشاهدينا الكرام نسيت اقولها لكم، سؤال على الطاير جائزته 1000 ريال. ما عليكم مشاهدينا الكرام اللي انتم تتصلون وتشاركون معانا، عندكم في انستغرام وعندكم التلفون، جوائزنا موجوده وبنتظر. وأيضا عندنا مفاجأة آخر الشهر للجميع، المفاجأة هذه مشاهدين الكرام هو سحب على سيارة، السحب هذا راح يكون لجميع المتصلين سواء ربح أو ما ربح معانا، يعني اللي ما ربح معانا لا يزعل إن شاء الله آخر الشهر يمكن من نصيبه راح تكون سيارة. مشاهدين الكرام أنا الحين موجود في محل العنة، مشاهدين الكرام أنا راح أكون معاكم طبعا كل يوم في محل شكل. محل العنة مشاهدين الكرام محل اخترت أنا لأن المنتجات اللي فيه منتجات إقطرية أغلبيتها طبعا، وبعد مثل ما تعرفين هذا موسم تخييم مشاهدين الكرام، والمحل هذا يتمتع بأشياء كثيرة للي حاب أنه يخيم وأيضا للقانص وتنفع بأشياء كثيرة. مثل ما تشوفون قدامي في الدوة، في عندك مشاهدين الكرام العزبة، وفي عندك طبعا العزب بأشكال مختلفة، في عندك عزبة تشيل أغراض كاملة سواء للتدور وغيرها، وفي بعد عزبة وأصغر حجم حق الإدلال، وفي أيضا حق الفناجيل، وفي أيضا أهم شيء هذا صراحة أنا واحد من الناس اللي أعاني منها، في عندك اللي تنحط عند القيرة أو على الباب تحط فيها تلفونك تحط فيها أغراضك علشان ما تضيع، بوكك الطامر في البر ولا شيء يضيع لك شيء، وإذا طاح تحت السيت الله يعينك ما راح تقدر تطلع. مشاهدين الكرام من الأشياء المميزة في المحل العنة اللي وراي أو الخيمة هذه 4 أعتقد في 3.5، الحلو فيها تشوفونها وراي تقول يبيلها 4 ساعات إنك تبنيها، ما يبيلها إلا 10 دقائق، كلها كبسات وبيبات وأمورك طيبة، يعني اللي راح يخيم خميس جمعة سبت صراحة أنصحه بهالخيمة. مشاهدينا الكرام إحنا بانتظار اتصالاتكم علشان تشاركون معنا، أسئلتنا مثل ما قلت لكم بسيطة وسهلة، وأنا إن شاء الله بحاول أساعدكم على قد ما أقدر، ما عليكم إلا أنتم تتصلون على 5 4 1 8 1 وإحنا في انتظاركم، وجوائزنا موجودة علشانكم أنتم مشاهدينا الكرام. بنشوف عندنا اتصال الحين ولا؟ أحمد مساك الله بالخير يا أحمد. الله يمسيك النور. يا مرحبا بك يا أحمد. أهلين. كيف فيك؟
حياك الله، انت اول متصل وان شاء الله انك باب خير علينا جميع في هالبرنامج ان شاء الله. احمد انت مثلا تعرف نعم. عندك 10 باب نعم. تختار منها باب، عرفت شلون؟ وان شاء الله بيطلع لك احد الاسئله موجوده، اما السؤال الذهبي ب 5000 ريال، اما الحق ما تلحق دقيقه وخمس اسئله ب 3000 ريال، اما سؤال على الطاير ب 1000 ريال. يعني اختار متوقع رقم يطلع لك بمناسبه انك اول اتصال؟ اختار رقم. انت ايش متوقع بيطلع لك وراء هالابواب؟ اللي فيه نصيب لله كافه. الله يوفقك ان شاء الله. الابواب قدامك على الشاشه، اختار باب. دقيقة خلينا نشوف، أنا مو واضحة عندي. عندك من 1 إلى 10، اختار رقم. 7. رقم كم؟ 7. ايش متوقع يطلع لك برقم 7؟ ما أعرف والله، اللي في لو كاتبة طلع لك السؤال الذهبي ب 5000 ريال. شنو أحمد 5000 ريال السؤال الذهبي، أنت أول متصل وخذ السؤال الذهبي. ايه شد حيلك احمد لا تزعلني، ترى 5000 ريال السؤال الذهبي وفي الحلقه سؤال ساعدني. ذهبي واحد لا يروح السؤال الذهبي عندك. ساعدني للحين ما سالتك تقول ساعدني صور طول بالك. ان شاء الله اني ما راح اساعدك وراح تربح ان شاء الله. مستعد؟ ان شاء الله. ايه مستعد. يقول لك في اي عام تم تجديد سوق واقف؟ في اي عام تم تجديد سوق واقف؟ في أي سنة تم تجديد سوق واقف؟ سوق واقف معلم تراثي صار له أكثر من نص قرن، تم تجديد سوق واقف على الطراز القديم توه من قبل كم سنة؟ 2003؟ أي سنة؟ 2003؟ متأكد؟ والله ما ساعدني. 2002؟ 2000؟ ترى فيها 5000 ريال. ساعدني بس قل لي يعني فوق ال 2000 ولا تحت؟ ما اسمك عدل. فوق الألفين ولا تحت الألفين؟ فوق الألفين وقريب من إجابتك. نعم؟ ما أقدر أساعدك أكثر من كذا. فوق الألفين وقريب من إجابتك. 2000. ما اسمك. 2000. 2003. 2003. خلاص. ركز معي. أنت قلت لي أول مرة 2003 صح؟ إيه. طيب. قريب من إجابتك. 2002. قريب من اجابتك والله ما بيك تخسر، قريب من اجابتك. 5000 ريال يعني اعطني جواب نهائي. ما اسمعك. 2005. خل منك اني انا قلت لك 5000، لا اقول لك قريب من اجابتك. 2004. الف مبروك عليك ال 5000 ريال. 2004. الله يهديك يا احمد والله العظيم، يعني قدرت اساعدك على اكثر ما اقدر، مبروك عليك. 2004 تم تجديد سوق واقف على الطراز القديم، مبروك عليك ال 5000 ريال يا احمد. بالاضافه الى قسيمه شرائيه من عند ذا فيلج. احمد راح، احمد عندنا اتصال ثاني. مها السلام عليك يا مها. السلام عليكم. يا مرحبا بك يا مها. وعليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير. نسيتي بمثلها يا مها. شلون الويكند معك يا مها؟ لا تمام مع الغبار. طيب وان شاء الله ان شاء الله تنبسطين زياده ونس تربحين معنا ان شاء الله. ايش متوقع شلون حظت؟ ان شاء الله خير. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. اختاري احد الابواب، طبعا باب رقم 7 راح عندك، باقي الابواب من 1 إلى 10، اختاري باب. 5. باب رقم 5 ايش متوقع يطلع لك؟ ان شاء الله كيف ان شاء الله شيك. ان شاء الله خير، الحق ما تلحق. ما انت سريعه ولا لا؟ ان شاء الله يعني. طيب الحق ما تلحق، عندك دقيقة. أوكي. طيب دقيقة فيها 5 أسئلة. 5 أسئلة. طيب السؤال الأول ب 1000 ريال. أوكي. جاوبتي صح غلط أنت مستمرة، عندك 5 أسئلة. الأول 1000 ريال، الأربع الباقي على 500 ريال. أوكي تمام.
يلا ركزي معاي، ركزي معاي يا مها. أوكي. طيب يلا توكلنا على الله. جاهزة؟ جاهزة. سبيتار تعني مستشفى، صح ام خطأ؟ هلا؟ سبيتار يعني مستشفى، صح ولا غلط؟ صح. المقلط هو مكان حفظ الماء قديما، صح ولا غلط؟ ما اسمع. المقلط شنو؟ المقلط هو مكان حفظ الماء قديما، صح ولا غلط؟ غلط. المرخية سميت بهذا الاسم لأنها تقع في منطقة رخوة، صح أم خطأ؟ صح. خطأ. صوت الأسد يسمى الحنين، صح أم خطأ؟ صوت الأسد يسمى شنو؟ الحنين، صح ولا غلط؟ غلط غلط. يا سلام عليك. الذي يقوم باستخراج اللؤلؤ من قاع البحر يسمى السيب، صح ولا غلط؟ غلط. يا سلام عليك، يا سلام عليك. سألنا الحين كم سؤال؟ خمسة ولا أربعة؟ ما أدري. طيب أنت جاوبتي على بعض الأسئلة، الباقي عندك سؤالين كانوا غلط، بس اللي نفعت إنك أول سؤال جاوبتيه صح وخذيتي 1000 ريال. مبروك عليك، ربحتي 2500 ريال معانا. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية، ما قصرتي. مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا أسئلتنا سهلة وبسيطة، بس يبيلها شوية سرعة. عندنا اتصال جديد، نقول يا مرحبا، من معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا بت. هلا أبوي، إيش أخبارك؟ إيش طيبين؟ الله يسلمك وعافيت، يا مرحبا ومسهلا. الله يسلمك. مستعدة؟ الله يبارك إن شاء الله. طيب أول شيء كلميني، شلون الويكند معك؟ عطلة نهاية الأسبوع بعد ضغط شغل وكذا، شلونها معك؟ والله إجازة حلوة، بس تفاجأنا في هالبرنامج الحلو وبعد أحلى وأحلى. وإن شاء الله إنه يحلى البرنامج بفوزك وفوز جميع المتصلين إن شاء الله. وياكم إن شاء الله. زين صار حيني، حظ زين زين ولا لا؟ والله أنا محظوظة، بس ما أدري عاد معاكم شلون. لا إن شاء الله، لأن أنت بتصيرين محظوظة زيادة إن شاء الله معانا. آمين إن شاء الله، الله يرحم والديك. يلا قدامك الأبواب، اختاري أحد الأبواب وتوكل على الله. إن شاء الله نختار رقم 2. رقم 2، نشوف رقم 2. سؤال على الطائر، سؤال على الطائر، جائزته 1000 ريال إن شاء الله. جاهزة؟ إن شاء الله. طيب تبين سؤال سهل ولا صعب؟ لا والله يا ريت سهل. طيب ابشري. شجرة تشتهر بها قطر وذكرت في القرآن الكريم. شجرة النخيل. شجرة تشتهر بها قطر. قطر وين ما تروح في البر شفتها قدامك وذكرت في القرآن الكريم. السدر. ألف مبروك عليك الـ1000 ريال. السدر مو بالنخل، قطر مشهورة بالسدر. ألف مبروك عليك الـ1000 ريال، ما قصرت، يعطيك العافية. الله يعطيك الصحة والعافية، مشهورة بس. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك. عندنا بعد اتصال. من معانا؟ يا مرحبا، من معاي؟ الو. يا مرحبا ومسهلا، تعرفنا على اسمك؟ معك علي من بنخلة. يا مرحبا يا علي، مرحبا بك ومرحبا بهل بنخلة جميع. علي موقعك، موقعك بالتحديد وين؟ في بنخلة، في بريك بالضبط. بنخلة عطلة نهاية الأسبوع في بنخلة ها؟ والله تقدر تقول. شلون الجو عندكم، براد ولا؟ والله عج. الله يعينكم إن شاء الله، الله يعينكم. طيب علي مستعد؟ استعدين. شفت الأسئلة اللي من قبل شوي؟ أي نعم. مر علينا 3 أنواع من الأسئلة، وش اللي جاز لك منها؟ والله كلها ممتازة، بس الذهبي راح. عسى الله يوفقك يا علي، الأبواب قدامك، اختار باب. تسعة. تسعة، تسعة، شو اللي تتوقعه؟
طيب خلنا نشوف، خلنا نشوف تسعة وش اللي وراه. الحق ما تلحق. الله كريم. علي عندك دقيقة بسألك بسرعة، جاوبني صح ولا غلط؟ أبيك تفوز يا علي. إن شاء الله، الله كريم. إن شاء الله. جاهز؟ جاهز. توكل على الله يا علي. بسم الله، بدأت الدقيقة. محسن هو الاسم القديم لبائع الطيور، صح ولا غلط؟ غلط. يا سلام عليك، ألف ريال. صهيل هو اسم صوت الحصان. صحيح. يا سلام عليك، من أشهر حلي القديما البناجيل، صح أم خطأ؟ غلط. يا سلام عليك، عزك الله، السلوقي هو كلب مخصص للحراسة. غلط. يا سلام عليك، الخراز أو الاسكافي هو اسم صانع الأحذية، عزك الله، قديما، صح ولا غلط؟ صحيح. يا سلام عليك، ألف مبروك عليك، ألف مبروك عليك، 3000 ريال. الله يبارك فيك. يا سلام عليك، وأيضا قسيمة شرائية من وين؟ من وين القسيمة؟ من ذا فيلج، من مطعم ذا فيلج. ألف مبروك، ألف ألف مبروك عليك يا علي، يا سلام عليك، والله العظيم إنك عجبتني. وياني تسلم. بيض الله وجهك، علي، شلون كانت الأسئلة؟ سهلة ولا صعبة؟ لا والله أسئلة ممتازة صراحة، وتصلح لجميع فئات المجتمعين. يا سلام عليك علي، بيض الله وجهك وفالك التوفيق، وإن شاء الله يا رب إن 3000 دي تصرفها بالعافية علي. الله يعطيك العافية يا علي وما قصرت. مشاهدينا الكرام، لا زالت أسئلتنا البسيطة موجودة، وأيضا جوائزنا القيمة موجودة، وعلشانكم بعد خلكم معانا واتصلوا. بنطلع فاصل قصير ونرجع لكم، خلكم معانا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. نذكر مشاهدينا الكرام بارقام التواصل 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1. احنا لازلنا متواجدين في محل العنة. محل العنة مشاهدينا الكرام مثل ما انتم عارفين هو محل واضح من الاسم انه يتمتع بأدوات عديدة حاضرة وموجودة للي حاب انه يكشت ويكون مرتاح نفسيا. أدوات الكشتة كلها تقدر تأخذها من محل واحد اللي هو المحل اللي موجود في سوق واقف عند قسم الطيور. مشاهدينا الكرام بعد، سوق واقف سوق كبير في أقسام عديدة، في الأكلات الشعبية، في عندك المقاهي، في عندك أيضا طبعا مبنى كامل تراثي، في عندك أيضا الملابس، في عندك أيضا سوق الطيور. يعني المصورين ما لهم عذر، في زوايا عديدة في السوق وتختلف أيضا. عاد المصورين هم أخبر، الرضاعة والظهر والصبح والليل عاد هم أخبر مني في هالمجال. عندنا الفقرة هذه اللي خصصناها لكم، فقرة الانستغرام. فقرة الانستغرام مثل ما قلت جائزتها 3000 ريال. ما عليك اللي انت تشارك على هاشتاق البرنامج، هاشتاق حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف. حياكم في سوق واقف، طرشها لنا وحنا إن شاء الله بنختار أجمل صورة وبتربح 3000 ريال. مشاهدين الكرام نرجع للاتصالات ونقول يا مرحبا ومسهلا بالمتصل. ألو. يا مرحبا ومسهلا، تعرفين على اسمك؟ هلا زهرة. يا مرحبا بت زهرة، شلون شفتي الأسئلة معانا، سهلة ولا صعبة؟ صراحة لا يعلى عليه، أسئلة سهلة. سهلة إن شاء الله، يعني إن شاء الله فايزة معانا قبل لا أسألت. الله كريم. حنا بس نبي تفاعل منكم واموركم طيبه ان شاء الله، جوائزنا موجوده وما خصصت الا لكم. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. وجهك ابيض. طيب شلون عطله نهايه الاسبوع معكم؟ والله صراحه جدا الاجواء ممتازه، اللهم لك الحمد. عسى الله يوفقكم ان شاء الله ويهنيكم ويسعدكم، وان شاء الله يا رب ان احنا نضيف لكم جزء بسيط من السعاده بفوزت معنا وفي جميع المتصلين. نقول بسم الله واختاري باب من الابواب.
ثلاثة. باب رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة، ايش متوقعة ورا الباب؟ إن شاء الله سيارة. الله يوفقك إن شاء الله. الله كريم. السيارة بتكون سحب آخر الشهر، مش ورا البيبان. لكن إن شاء الله الناس بتطلع بالسحب إن شاء الله. طيب، ايش طلع ورا الباب؟ الحق ما تلحق. الحق ما تلحق. سريعة ولا لا؟ إن شاء الله سريعة، يلا بسم الله. جميل. عندك دقيقة، عندك خمسة أسئلة مثل ما أنت عارفة، 1000 ريال والباقي على 500 500، خمسة أسئلة. عرفتي خير على خير، ما عرفتي جاوبي حظ، إن شاء الله نتصدف وكملي السؤال اللي بعد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يلا نتوكل على الله. بسم الله. بدأت الدقيقة. بسم الله هو أقدم فندق في سوق واقف، صح ولا غلط؟ أضخم. بسم الله هو أقدم فندق في سوق واقف. لا غلط. راحت الألف. صح. لا بسم الله هو أقدم سوق. كملي كملي باقي دقيقة كملي. الخلاص من أشهر أنواع السمك، صح ولا غلط؟ الخلاص غلط. من أشهر أنواع السمك. غلط غلط. يا سلام عليك. الرميلة واحد من أشهر فنادق سوق واقف، صح ولا غلط؟ غلط غلط. راحت عليك ال 500. مزاد التحف في سوق واقف يقام كل خميس، صح ولا غلط؟ غلط. يا سلام عليك. الدامة لعبة تراثية تشتهر في عمان، صح ولا غلط؟ غلط. يا سلام عليك. ما الذي يميز العقال القطري؟ العقال القطري شو اللي يميزه؟ ما سمعت. لونه اسود. والله ما اسمع. يعني بالخيوط. العموم الخيوط لونها اسود. طيب على العموم انت ربحتي معانا 2000 ريال، الف مبروك عليك. للاسف انت ضيعتي السؤال الاول، السؤال الاول عليه 1000 ريال لكن الحمد لله عوضتي ب 2000 ريال، الف الف مبروك عليك وشكرا لاتصالك. وايضا ايضا بجانب ال 2000 ريال ربحتي قسيمه من ذا بلد. مشاهدينا الكرام جميع الرابحين عندنا بيربحون ايضا غير الجائزه الماليه ايضا قسيمه من ذا فيلج، طبعا المطعم ذا فيلج مطعم معروف، ايضا القسيمه هي لاربع اشخاص سواء وجبه غداء ام عشاء، يعني غير انك انت خذيت جائزه من عندنا مبسوط ورايح عازم الربع ببلاش، اربع اشخاص. ناخذ اتصال جديد ونقول بسم الله من معانا؟ ام فهد. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخوي؟ ام فهد ايش حالك؟ بخير الله يسلمك الحمد لله. شلون صحتك؟ طيبه ان شاء الله؟ بخير طال الله مع عمركم. شلون الخميس والجمعه والسبت عطله نهايه الاسبوع؟ شلون تقضونها؟ ابد جالسين في البيت. تقضونها في البيت؟ اي. طلعوا العيال شوي سوق واقف كشته منا ونسوهم. عندهم امتحانات ان شاء الله. عسى الله يوفقهم ان شاء الله ويا رب انهم ينجحون ان شاء الله يتوفقون ويرفعون راسك يا رب. مستعده؟ ان شاء الله. مستعده يا ام فهد؟ اي ان شاء الله. الابواب قدامك، اختاري لك باب. اختار رقم واحد. والله واحد ان شاء الله. بسم الله توكلي على الله. رقم واحد وفالك التوفيق. سؤال على الطاير. عارفه سؤال على الطاير وشو؟ لا ما اعرف، اول مره اشارك. سؤال على الطاير، سؤال بسيط قيمته 1000 ريال. ايه. طيب؟ ان شاء الله. ام فهد تبين تزعليني؟ لا وياك. اي لا تزعلين وتخسرين، ترى سؤال واحد وبسيط ان شاء الله وفكري فيه على راحتك. اوكي. ام فهد انت إيه؟ من هالبحر ولا هالبر؟ هالبحر ولا البر؟ اي انت اكثر البحر ولا البر؟ البحر. البحر، يعني اسالك سؤال عن البحر. ان شاء الله توكل على الله. طيب. الشروع في رحلة للغوص الكبير، الغوص العود.
أيه. شو اسمها؟ غوص العود. إذا يبون يطلعون في رحلة غوص والرحلة الكبيرة العودة، شو اسمها؟ والله ما أدري يعني، ساعدني يعني شوي. طيب أنا بساعدك على قد ما أقدر. هي نفس الاسم لهل البر، هالبر إذا راحوا عندهم نياق، ونياق مخصصة للركوب. أو سهل لك أكثر، الرجل الآلي اللي يركبونه على الناقة مال السباق، شو اسمه؟ الرجل الآلي مال النياق. ما سمعت. الغويط يمكن؟ الغويط؟ الغيط؟ أعطيني جواب نهائي، هو قريب من اسم الراكب. إيه الراكب مال الناقة؟ لا هو قريب من هالاسم. وايضا انت تشوفيني؟ اي اشوفك. اركاب اركاب. طيب هو بعد موجود بعد. اعطيني جوابك النهائي. اركاب. ما اسمع. الركب. الركبه. الركبه. ما اسمع. الركبه. ألف مبروك عليك، ربحتي معانا 1000 ريال. صح، أنا قدرت أقرب لك على قد ما أقدر، وأيضا هو قربتي أنت، وألف مبروك عليك 1000 ريال. ماني رادع في خاطرك يا فهد. مشكور الشيخ. مبروك عليك، مبروك عليك يا فهد. مشاهدينا الكرام، أنا قاعد أساعد على قد ما أقدر، فأرجوكم مشاهدينا الكرام، مجرد أسئلتنا والله بسيطة، نبي منكم شوية تركيز وسرعة بديهة إن شاء الله، وراح تربحون معانا. عندنا اتصال جديد، نقول يا مرحب. يا مرحبا اخوي احمد. حياة الله يا منال، حياة الله. يا مرحبا بابت دلال، وياك الله يسلمك. يا مرحبا بابت يا اختي يا منال، حياة الله معانا. منال شلون شفتي اسئله البرنامج؟ دلال وياك الله يسلمك. مو منال، دلال. دلال السموحه منك يا دلال. حياك اخوي. يا مرحبا بابت. دلال شلون شفتي اسئلتنا؟ سهلة الأسئلة. سهلة خلاص يعني ما ساعدت. يعني إذا صعبت علي توكل على الله، إن شاء الله ما من شيء صعب إن شاء الله. عندك الأبواب قدامك، اختاري باب وقولي لي بعد شو متوقع ورا الباب. رقم 10. شو متوقع ورا رقم 10 يا دلال؟ ما حاطه شيء في بالي. طيب. خير. الله يوفقك ان شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله، والابواب كلها ان شاء الله وراها خير. نتوكل على الله ونشوف شو اللي ورا باب رقم 10. سؤال على الطاير قيمته 1000 ريال. نعم. جاهزه؟ ان شاء الله. طيب. انا ما راح اساعدك، راح اعطيك سؤال سهل. إن شاء الله. في أي عام تم اختيار مدينة الدوحة عاصمة الثقافة العربية؟ في أي عام تم اختيار مدينة الدوحة عاصمة الثقافة العربية؟ عاصمة الثقافة العربية؟ العربية في أي سنة؟ ما أدري، شكل 2010. ألف مبروك عليك 2010، أنا كنت ناوي شوية لكن ألف مبروك عليك جبتيها صح. الله يخليك. مبروك عليك 1000 ريال، وشكرا لك أيضا لاتصالك. مشاهدينا الكرام، والله أسئلتنا سهلة، وأيضا أسئلتنا كلها من فعاليات أو أشياء موجودة في دولتنا قطر، فلازم علينا واجب أن احنا نكون ملمين فيها كلها. عندنا اتصال بعد، ونقول يا مرحب. نوف. مرحبا. هلا. حياة الله يا نوف. هلا. الله يسلمك. نوف شلون عطلة نهاية الأسبوع معك؟ زينة الحمد لله. زينة؟ ايه راح من الامتحانات شوي. لا تفائلي تفائلي إن شاء الله، الامتحانات فترة بسيطة إن شاء الله وتعدي، الله يوفقكم جميع إن شاء الله. الله يجزاك. مستعدة؟
شلون حظوظك مع الامتحانات؟ والله يعني ان شاء الله. ان شاء الله حظك معنا احسن من حظوظك في الامتحانات ان شاء الله. ان شاء الله. جاهزه؟ ايه. توكل على الله وقولي بسم الله واختاري باب. رقم 8. رقم 8. نشوف شو اللي وراء رقم 8. بعد سؤال على الطاير. جاهزة السؤال 1000 ريال. ركزي معانا ان شاء الله واسئلتنا سهلة. ان شاء الله. طيب بسأل السؤال سهل. متى تخرجت أول دفعة من الخدمة الوطنية؟ أي شهر يعني؟ لا تقولي لي هالشهر، أي سنة؟ أي سنة؟ 2014. متأكدة؟ أول خدمة 2014، ثاني خدمة 2015، كلها 2014. كلها 2014. 2014. ألف مبروك عليك الألف ريال، هي كلها 2014، ألف مبروك عليك الألف ريال. طبعاً مشاهدينا الكرام مثل ما أنتم عارفين الخدمة الوطنية تخرجت الدفعة الأولى 2014 وأيضاً الدفعة الثانية 2014 وعقبال إن شاء الله الدفعة الثالثة ب 2015، ألف مبروك عليك. وعندنا أيضاً متصل ولا فاصل؟ بنطلع فاصل مشاهدينا الكرام قصير ونرجع نكمل أسئلتنا وأجوبتنا وجوائزنا اللي كلها موجودة علشانكم، خلكم لا تروحون بعيد، راجعين لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. نذكر بعد مره ثانيه بارقام التواصل 5 4 1 8 1، 5 4 1 8 1، وايضا لا تنسون تشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف. شاركونا مشاهدينا الكرام وحنا بانتظاركم سواء بصوره من سوق واقف لمسابقه انستغرام اللي ب 3000 ريال ام للاتصال علينا مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام لا زلنا متواصلين معاكم، حنا ما زلنا في محل العنه. في شيء لفت انتباهي مشاهدينا الكرام اللي هو موجود تحتي مشاهدينا الكرام، هو نفس الفرشه لكن الحلو فيها ان المسند منها وفيها، يعني احنا بالعاده تشيل الفرش وتشيل بعد المسند، لكن المسند منه وفيه، وايضا اعتقد هذه ايضا من صنع المحل. مشاهدينا الكرام محل عندنا فيه اشياء واجد من صنع المحل نفسه، وايضا مشاهدينا الكرام صناعه قطريه طبعا. مشاهدينا الكرام في اشياء مميزه جدا في هذا المحل اللي هي البطاريتين هذه. البطاريه الاولى هذه بطاريه صغيره تقدر تشحنها في البيت لمده تاخذ من 24 ساعه الى 48 ساعه، وتقعد معاك يومين او 3 ايام او 4 ايام على حسب استخدامك. البطاريه هذه ممكن انها تشرك سياره، اذا عندك سياره لا سمح الله طفت ولا فضت بطاريتها، البطاريه هذه الصغيره اللي انتم تشوفونها اللي تاخذ 24 ساعه على الشحن او 48 ساعه ممكن انها تشرك سياره كامله. غير هذا انها فيها استخدامات، ممكن تركب فيها تشبك فيها بلاكات، ممكن تشبك فيها اضواء ناره وغيرها من الاشياء، استخدامات عديده. البطاريه اللي جنبها بعد نفس الشيء 48 ساعة، لكن البطارية هذه لها استخدامات عدة، تشبك فيها الشحن، تشبك فيها بلاكات بأنواعها، وتاخذ مش بلاك واحد أكثر من بلاك مشاهدينا الكرام، وبعد تدوم لمدة يومين أو 3 أيام أو 4 على حسب استخدامك. نكمل مشاهدينا الكرام وعندنا بعد اتصال ونقول يا مرحبا ومسهلا، عرفنا على اسمك. ألو مرحبا. مرحبا بك، يا مرحبا ومسهلا، تعرفين على اسمك؟ عائشة. مرحبا بك يا عائشة. عائشة هلا، شلون الويكند معك؟ امتحانات ولا اجازة ولا؟ لا بداية دراسة الحمد لله. دراسة؟ ايه. الله يوفقك ان شاء الله، الله يوفقك. طيب يلا غيري جو معانا بالبرنامج
وحاولي تربحين معانا، ضروري انك تربحين عشان تغيرين جو بعد شوي. ان شاء الله. يلا جاهزه؟ ان شاء الله. توكلي على الله واختاري باب من الابواب اللي قدامك. اربعه. عندك اربعه او سته؟ اربعه. اربعه؟ ايه. طيب شو اللي متوقعته؟ عادي اي شيء. عادي اي شيء، راضيه؟ ايه. احسن الله يوفقك ان شاء الله وينولك اللي تبين. يلا نشوف شو اللي ورا باب رقم اربعه. سؤال على الطائر، سؤال على الطائر جائزته 1000 ريال، جاهزة؟ جاهزة. طيب، من هو أول قطري تسلق قمة جبل إيفرست؟ أول قطري؟ أول قطري تسلق قمة جبل إيفرست. هم من الثانية أتوقع. ما أسمع. ما في اختيارات؟ لا والله ما في اختيارات. شدي حيلك، انت تقريبا عارفه راس الاجابه، توكلي على الله. محمد بن عبد الله الثاني. يا سلام عليك، يا سلام عليك، الف الف مبروك وتستاهلين ال1000 ريال. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا مشاهدينا الكرام، اول قطري تسلق قمه جبل افرت الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ال ثاني سفير النوايا الحسنه بروتا. مشاهدينا الكرام، صراحه انا انبسطت صراحه، توقعت ان السؤال راح يكون صعب عليها، لكن ظهرنا قاعد تدرس مضبوط. الف مبروك عليها وان شاء الله الله يوفقها في امتحاناتها. مشاهدينا الكرام، اسئلتنا لا زالت مستمره معاكم، وناخذ اتصال ونقول يا مرحب. الو. يا مرحب والله ومسهلا. مرحبا بك. حياك الله، تعرفنا على اسمك من وين؟ عدنان من ريان. اسمك؟ عدنان. ونعم والله يا عدنان، يا مرحبا بك يا عدنان. عدنان يا مرحبا بالزود. دلع. كلمني على الاجواء عندك اليوم خميس. والله والله الجو بارد ما شاء الله وخير. ها كاشت ولا في البيت ولا في المجلس ولا في العنة، وينك؟ والله في البيت، بعد شوي نروح العنة. يا سلام عليك، يا سلام عليك. عاد الله الله بالدفع، ترى اليوم هواء وبرد. أيوة والله يعينكم ان شاء الله ويعين الجميع. محمد شلون حظك؟ عدنان معك. عدنان والله حظي. عدنان عدنان شلون حظك؟ الحمد لله اللي الله كاتبه ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. اللي حظك زين، عندك بابا واحد رقم سته. اي نعم، وانا حاط بابا رقم سته. يا سلام، لا حظك زين، بداية حظك زين إن شاء الله. يلا توكل على الله، خلنا نشوف شو وراء رقم ستة. توكل. الحق ما تلحق. عدنان. هلا. شلونك السبرنتات، سريع ولا لا؟ الحمد لله، يا المشي. هالمرة سبرنتات فكرية، شد حيلك. إن شاء الله، إن شاء الله. يلا توكل على الله ونقول بدأت الدقيقة. الكندري هو الذي كان ينقل الماء للناس من الآبار والعيون إلى منازلهم، صح أم خطأ؟ خطأ. صح صح, صح. راحت عليك الألف. صح. المرخية سميت بهذا الاسم لأنها تقع في منطقة رخوة، صح أم خطأ؟ خطأ. 500 ريال. الذي يقوم باستخراج اللؤلؤ من قاع البحر يسمى السيب، صح ام خطا؟ خطا. يا سلام عليك، 1000 ريال. القلاف هو الذي يتولى مهمه صناعه السفن، صح ام خطا؟ صح. القلاف هو الذي يتولى مهمه صناعه السفن، صح ام خطا؟ نعم صح صح. يا سلام عليك، 1005. الزري هي المادة التي تستخدم في خياطة البشت، صح أم خطأ؟ خطأ. راحت عليك، راحت عليك، راحت أو صح. 2000 ريال، راضي ولا لا؟ أكيد راضي، ما دام إن حلوين نص الشهر حلوين. ألف مبروك عليك ال 2000 ريال، وروح العنا الحين وباشر للربع، عزمهم على تويس. الله الله
ألف مبروك عليك يا عدنان وفالك التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام أسئلتنا بسيطة وسهلة، نعيد ونزيد، ما نبي حد يخسر جوائزنا، ما مو موجودة إلا لكم، فما نبي تقعد عندنا، نتوكل على الله وناخذ اتصال ثاني ونقول يا مرحب. خلنا نشوف على ما يجهز الاتصال مشاهدينا الكرام. خلني أكلمكم أيضا مناسبة أن الجو هواء وبرد والعالم بعد اللي يحبون الكشتات مشاهدينا الكرام، في عندنا الفراش اللي يسمى السليب باك مثل ما الكل عارفه، أيضا من صناعة المحل ومن أجود الأنواع مشاهدينا الكرام. غير هذا أنه سهل التنقل وأيضا في أحجام، في الصغار وفي الكبار وعلى حسب الأحجام، وللأمانة شيء شغل عدل يعني ومضبوط حق الكشتات. أيضا مشاهدينا الكرام عندنا العزب بنواحة، منها الكبيرة اللي تشيل المواعين، تشيل الصحون، تشيل الأغراض، الدلال وكل شيء، إلين أصغر شيء اللي هي للمعاميل أو للفناجيل وغيرها يعني، وكلها أيضا من صناعة المحل مشاهدينا الكرام، صناعة قطرية وتلبي حاجة القطريين. وفي شنطة مميزة عندنا مشاهدينا الكرام، الشنطة هذه حق كشتات الخفيفة يعني دوة بسيطة حق الشاي، القهوة وغيرها يعني، شيء بسيط وشغل عدل وحلو، أيضا سهلة الحمل. والأغراض اللي موجودة في المحل مشاهدينا الكرام كلها، حتى الخيمة اللي وراي هذه الكبيرة ممكن تصفطها بشنطة وتحطها في السيارة حتى لو كانت سيارتك صالون. نكمل الاتصال ونقول يا مرحبا من معانا. وعليكم السلام، علي أم علي صالح. مرحبا وسلامت أم علي. أم علي هلا، مرحبا بك أم علي. زين فيكم أم علي؟ شلون عطلة نهاية الأسبوع معك؟ الحمد لله ماشي الحال. ها امتحانات العيال ولا مبسوطين ولا علمونا الوضع بالبيت شلون؟ والله امتحانات. عسى الله يوفقهم، شادين حيلهم العيال؟ الحمد لله. عسى الله يوفقهم ان شاء الله وتفرحون بنجاحهم. امين. الابواب الابواب كلها اختاروها الناس، بنرجع الحين ونفتح الابواب من واحد الين عشرة. طبعا السؤال الذهبي اللي ب 5000 ريال راح من نصيب اول متصل، لكن لا زالت عندنا الحق ما تلحق 3000 ريال، وعندنا ايضا سؤال على الطاير ب 1000 ريال. شو اللي متوقعته؟ شو اللي متوقعته؟ ايش بيطلع لك؟ خلنا خمسة. خمسة، شو اللي متوقع ورا خمسة؟ والله على حظ. عسى ان شاء الله حظك زين وسر خاطرك. نقول بسم الله باب رقم خمسة، شو اللي وراه؟ سؤال على الطاير، جاهزة 1000 ريال؟ جاهزة؟ اوكي. يلا، توكل على الله. وعاء واسع لتنظيف الأرز من الشوائب قديما، شو اسمه؟ تنظيف الأرز من الشوائب، وش اسمه؟ المشفى؟ ما أسمع. المشفى؟ أنت من اللي قاعد يساعدك جنبك؟ والله عندي الأهل. الأهل قاعد يساعدونك؟ إي نعم. طيب وش قالوا لك شو اسمه؟ المشخل. المشخل؟ انت تقولين لحظه، انت تقولين المشخل؟ اي. المشخل مو لتنظيف الارز؟ زين خيارات. انا ابي على ايام اول. المشخل يسمونه الحين، لكن على ايام اول ايش يسمونه؟ جوابك النهائي وشو؟ المشخل هو قبل. المشخل الحين بس قبل شو يسمونه؟ سيب. ما اسمع. السيب. ما اسمع، تعيدي بعد مره. السيم. جواب نهائي. جوابك للاسف، للاسف جوابك غلط للاسف، لكن لا تزعلين، عندنا اخر الشهر سحب على سياره واسمك واسم اي شخص اتصل سواء ربحان او خسران موجود في السحب، وان شاء الله الله يعوضك من 1000 الى سياره ان شاء الله يا رب.
نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما قلت لكم اي شخص اتصل سواء ربح او خسر في عندنا سحب اخر الشهر على سياره، والكل بيدخل في السحب، وانتو حظك عاد، حظك ما حالفك فالسؤال ان شاء الله انه يحالفك في السياره. مشاهدينا الكرام نعيد فقره الانستغرام مشاهدينا الكرام اللي خصصت لسوق واقف، نبي صوره لسوق واقف من اي مكان في سوق واقف. سوق واقف سوق كبير، مش شرط من السوق داخل، ممكن من سوق الطيور، ممكن من المسجد اللي في سوق واقف، كيفكم انتم حرين، اهم شيء تكون لقطه من ضمن منطقه سوق واقف. جائزتها 3000 ريال، جائزتها ان شاء الله راح تكون 3000 ريال. نعم مشاهدينا الكرام، بكره ان شاء الله راح نبدا الفقره، فقره الانستغرام ان شاء الله، وبكره راح نشوف تواصلكم، نبي تواصلكم بكره عشان نشوف اول فاز ب 3000 ريال. نشوف الحين. نعم مشاهدينا الكرام، بكذا وقفنا اتصالات، جوائزنا لحد الحين ما خلصت، بكره ان شاء الله الجمعه نفس الموعد الساعه 8 عندنا اسئله جديده وجوائزنا موجوده، وفالكم التوفيق. بكره نبي تواصل اكثر من اليوم، وفقره انستغرام لا تنسونها. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام بكره بنفس الموعد، تابعونا ونشوفكم على خير، تصبحون على خير.